شكلت هي الدورة التكوينية حول تصميم وإنتاج المحتوى الرقمي التي نظمت بجهة فاس مكناس من طرف المجلس الوطني للصحافة، والتي استهدفت الصحفيين المهنيين العاملين بجهة فاس مكناس فرصة ملائمة لاستعراض مجموعة من التقنيات والأدوات الجديدة المستعملة في صناعة وإنتاج المحتوى الرقمي عبر الشبكة العنكبوتية. وتعرف المشاركون والمشاركات في الدورة التكوينية التي تأتي في سلسلة برامج تقوية القدرات للصحفيين المهنيين على الصعيد الوطني على تقنيات تصميم المحتوى والأجناس والوسائط الصحفية الرقمية وتقنيات الترويج للمحتوى الرقمي من خلال تمارين تطبيقية وعروض نماذج وطنية وعربية. سهر على تأطيرها الأستاذ عبد الصمد مطيع، أستاذ باحث بالمعهد العالي للإعلام والاتصال. هذه الدورة التكوينية تهدف إلى تعزيز قدرات الصحفيين في مجال إنتاج المحتوى الإعلامي الرقمي من خلال تمكينهم من الأدوات الضرورية لإنتاج المحتوى الرقمي، وكذلك التعرف على قواعد إنتاج هذا المحتوى وطرق كذلك والخطوات الواجب اتباعها لإنتاج هذا المحتوى. كما أن هذه الدورة التكوينية مكنت الصحفيين من التعرف على تقنيات الترويج للمحتوى الإعلامي. ومن جانب آخر، استفاد المشاركون من تقنيات وأدوات جديدة ترقى بمحتواهم الرقمي، وذلك من خلال معالجة الصورة والفيديو المصور وإدماج الرسوم البيانية والخرائط التفاعلية وغيرها من الوسائط التفاعلية تساعد على جذب وتحفيز الجمهور على متابعة المحتوى الرقمي لأطول فترة ممكنة. نستمع بهذا الخصوص لأنس تويما، إطار تقني ومتخصص في التنمية المعلوماتية. كنحاول ما أمكن بالمشاركة ديال الأستاذ عبد الصمد مطيع نعرض عدة مضامين الهدف ديالها العرض ديال الطرق وأساليب تصميم وإنتاج المحتوى الرقمي. كاين جوج ديال المحاور، محور نظري اللي كيتطرق لكاع الاساليب وطرق التصميم ديال المحتوى، وكان الجانب الثاني اللي هو المحور الثاني هو الجانب التقني اللي الغايه منه ان الصحفيين المشاركين في خلال هذه الدوره انهم يعرفوا الجانب التقني اللي هو جانب مهم وما تعطيهوش اهميه كبيره باش الرقي وتطوير المنتوج ولا المحتوى الرقمي اللي كاين في الشبكه العنكبوتيه ولا في الويب بصفه عامه. من دروس نظرية إلى دروس تطبيقية ساهم وتفاعل معها المشاركون والمشاركات. مثل المتعبير السلاسي صحفي يعني مستفيد من الدورة التكوينية اللي نظمها المجلس الوطني للصحافة حول موضوع تصميم وإنتاج المحتوى الرقمي، كانت استفادة يعني ممتازة ومهمة بزاف في هذا الموضوع، وتعرفنا على مجموعة ديال الطرق والآليات باش نروجوا المحتوى ومحتوى يكون يعني في المستوى. فاطمة زهراء الحمني، شاركت في هذه الدورة التكوينية حول إنتاج المحتوى الرقمي الإعلامي، استفدت منه طريقة وآليات وخصائص المحتوى الرقمي في شقيه النظري والتطبيقي والتقني، وهذه الدورة غتمكنني باش أنني نزاول هذه المهنة والممارسة الإعلامية الإلكترونية بواحد الشكل مهني واحترافي. مجموعة من الأمور التقنية مرتبطة بما هو رقمي، احنا بعاد عليها كصحافة، بدينا في ما هو ورقي، اليوم بحكم الواقع، بحكم العمل الصحفي اللي ولا مبني على الصحافة المعلومة السريعة، لقينا راسنا مضطرين على أننا نولجوا هذا العالم الرقمي والإلكتروني، وللأسف غنبقاو بعيد عليه بدون دورات تكوينية بهذا الشكل هذا وبدون اهتمام
ديال المؤسسات الاعلاميه بالتكوين والتاطير ديال العاملين في هذه المؤسسات على قله امكانياتها وعلى قله يعني الموارد الماليه خصوصا في المستوى جهه فاس مكناس تحديدا اللي المؤسسات الاعلاميه ديالها كتعاني من غياب الاشهار بغياب الدعم. سهام حليله صحفيه ومديره مجله دوبوز، اول حاجه كنشكر بزاف المجلس الوطني للصحافه على التنظيم ديالو الاحترافي لهذه الدورات التكوينيه اللي خلاتنا يعني نستافدوا من كيفيه يعني ترويج المحتوى الرقمي، كيفاش نتعاملوا مع لي سيت ويب ديالنا ونطوروا من الفعاليات ديالهم ومن المنتوج اللي حنا تنقدموا. جهة فاس مكناس كانت محطة ثانية للمجلس الوطني للصحافة من أجل تصميم وإنتاج محتوى إعلامي راقي للصحفيين المهنيين. القافلة ستتواصل بباقي جهات المملكة.